تقول بعض النساء يقول بأن قص الشعر لا يجوز للمرأة، والبعض يقول يجوز أن نقسمه بدون أن نتشبه بالرجال، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الله جل وعلا جعل شعر رأس المرأة جمالا لها، وينبغي لها الاحتفاظ به وأن تصلحه وتتعاهد لأنه يجملها. ولهذا لم يطلب منها عند التحلل من نسك الحج أو العمرة، لم يطلب منها أن تقص إلا مقدار أنملة من رؤوس الضفائر أو رؤوس الشعر، في حين أن المستحب للرجل أن يحلق رأسه. الحلق بالنسبة للرجل أفضل من التقصير، أما المرأة فلا يجوز لها الحلق، يحرم عليها، وتؤمر بأخذ قدر أنملة من رؤوس الشعر مهما طال الشعر وتوافر. فدل هذا على أنه مطلوب من المرأة أن توفر شعرها وأن تصلحه لأنه جمالها. أما ما ابتلي به كثير من نساء العصر من هذه الموضة الجديدة الوافدة إلينا من قص الشعر على أشكال مختلفة، فهذا ليس من آداب المسلمات، وإنما هو تشبه بالكافرات أو بالفاسقات، وإهدار للشعر الذي جعله الله جمالا لها وعبث به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.